عمرك سألت نفسك في يوم من الأيام، هل أنا جوايا سفاح حقيقي ولا لا؟ هل أنا شخص بيشكل خطر على المجتمع وعلى الناس اللي حواليه وممكن يرتكب جريمة بشعة في يوم من الأيام؟ مش عايزك تقلق خالص من الموضوع ده، لأن الإجابة هتكون موجودة في الفيديو ده، وده لأن في حلقة النهاردة جايب لك أشهر الاختبارات النفسية في العالم واللي تم تجربتها على عدد كبير جدا من المصابين بأمراض نفسية والغير مصابين، وتم تشخيص حالاتهم بدقة كبيرة جدا. في حلقة النهاردة محتاج منك ان انت تكون معاك ورقة وقلم وتكتب ورايا الاجابات كأنك قاعد في امتحان كده، لان الاسئلة محتاجة تركيز كبير، ومحتاج منك كمان ان انا لما اسأل السؤال تجاوب على طول بدون تفكير نفس الاجابة اللي جواك واللي خطرت على بالك اول مرة، وما تفكرش ابدا انك تغير اجاباتك، انا عايز الاجابة التلقائية اللي بتطلع منك. محتاجك تكتب كل الاجابات في ورقة او تكتبها تحت في الكومنتات عشان تعرف في النهاية انت ايه هي حالتك النفسية بالظبط. طبعا في حلقة النهاردة مش هيكون عندنا اختبار واحد، بل هيكون عندنا اكتر من اختبار، والاختبارات كلها مهمة جدا، والاختبارات فعلا تم تجربتها بالفعل، واختبارات مذهلة وهتدهشك في النهاية. حبيت اخلي حلقة النهاردة حلقة ترفيهية لذيذة ومختلفة من نوعها، فلو حسيت يا صديقي ان النوع ده من الحلقات انت بتحبه وبتستمتع بيه فعرفني ده عن طريق زرار اللايك. لو لقيت لايكات كتير على المقطع فهتأكد ان بالفعل انتوا كنتوا مبسوطين بالحلقة، فهذا شيء مهم جدا بالنسبة لحاجة بنعملها اول مرة في القناة، عشان ده اللي هيحدد هل هنستمر فيها ولا هنعملها مرة واحدة وخلاص. واتمنى ان هي ان شاء الله تعجبكم وتستمتعوا بيها، وبسم الله فلنبدأ. مارو مارو وانت فين؟ مارو مارو انت اختفيت؟ مارو مارو وانت جيت؟ مارو مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كأني نهاية المسلسل. عرض القفا هو مستك، مارو موسى يعني مستة، منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. الاختبار الاول معنا هيحدد هل لديك ميول إجرامية؟ في عدد كبير جدا من الاختبارات اللي بيستخدمها الأطباء النفسيين مع مرضاهم عشان يعرفوا يحددوا حالتهم النفسية والجسدية بالتحديد، والاختبارات دي بتكون عبارة عن عدد كبير جدا من الأسئلة اللي بيجاوب عليها المريض، لكن في اختبار صغير جدا عبارة عن قصة قصيرة، مجرد ما هتجاوب على السؤال اللي فيها هيحدد جزء كبير جدا من شخصيتك، وهتعرف من خلاله هل أنت شخصية إجرامية ولا شخصية بريئة. بنت والدتها توفت وعملوا لها جنازة كبيرة، وهي ماشية في الجنازة شافت شاب وسيم جدا، الشاب سحرها بجماله وكانت أول مرة في حياتها تشوفه. مجرد ما شافت الشاب ده بدأت تتخيل حياتها معاه وتقول أيوة هو ده شريك حياتي، وهو ده الشخص اللي أنا كنت بتمناه من زمان جدا. ولكن للأسف الشديد الفتاة ما قدرتش إن هي تلاحق الشاب ولا تتكلم معاه، كمان ما قدرتش توصل لأي معلومات بخصوص الشاب ده، وبالتالي مش هتقدر تشوفه مرة تانية مدى الحياة. مرت الأيام وكل يوم البنت بتفكر في الشاب وما فارقش خيالها دقيقة واحدة، وفي يوم من الأيام نتفاجئ إن البنت دي تخلصت من أختها. فيا ترى إيه هو السبب اللي خلاها تتخلص من اختها؟ عايزك تقعد لمدة 10 ثواني وتفكر في الاجابة بالراحة وتكتبها لي تحت في الكومنتات. دلوقتي يا صديقي عدى 10 ثواني واعتقد معظمكم كتب الاجابه تحت في الكومنتات، وتعالى دلوقتي عشان اديك الصدمه. لو كانت الاجابه اللي انت كتبتها ان البنت دي عملت كده في اختها عشان تشوف الشاب ده مره تانية، فانت كده سايكوباتي بتعاني من امراض نفسيه. ما تزعلش وتتضايق كده وتقولي مين اللي بيعاني من امراض نفسيه، احنا اولادنا زي الفل انا عارف. ولكن عدد كبير جدا من الناس اللي اتعمل عليهم الاختبار ده في البدايه بعد ما راقبوهم لوقت طويل جدا اكتشفوا ان هم بالفعل عندهم ميول اجراميه، واكتشفوا كمان ان معظمهم اشخاص بيعانوا من امراض نفسيه خطيره. ولكن مش بالضروري ان انت عشان جاوبت الاجابه دي فتبقى شخص سايكوباتي، ولكن في احتماليه كبيره جدا انك يكون جواك بالفعل ميول اجراميه خبيثه. يا خبيث انت يا مجرم. لو ما تعرفش يعني ايه شخص سايكوباتي فخليني اعرفك كده سريعا معنى كلمه شخص سايكوباتي. الشخص السايكوباتي هو شخص معتل نفسيا، بيعمل اي حاجة في اي مكان اهم حاجة تكون بتخدم مصلحته الشخصية، ودايما بيستمتع بالتلاعب بمشاعر الاخرين والحاق الاذى بيهم. والاسوأ من كده ان هو عمره في حياته ما بيحس بالندم او بيشعر بالذنب، بيعمل كل حاجة وهو ضميره مرتاح جدا وشايف ان اللي هو بيعمله هو الصح. ولو ليه مصلحة عندك فهتلاقيه عامل حبيبك جدا، وهتحس ان هو بيتعاطف معاك في كل كبيرة وصغيرة، اما لو مصلحتك انتهت فهتلاقيه بيتعامل معاك بغرور شديد جدا، طول الوقت بيحاول ان هو يوصل لاهدافه مهما كان الثمن، ما عندوش اي من بالعائلة ولا عنده أي أولويات غير مصالحه الشخصية فقط. الاختبار الأول كان اختبار سهل وبسيط وغير معقد، أما الاختبار الثاني فهو الاختبار الأصعب ويدعى اختبار الغابة النفسي. الاختبار ببساطة عبارة عن مجموعة من الأسئلة، ولكن الأسئلة هتكون طويلة نوعا ما، محتاج منك إن أنت تقعد في مكان هادي
تسمعني وتغمض عينك وتتخيل كل اللي انا بقوله. خيالك مهم جدا في الموضوع ده، فعايزك تسترخي وتتخيل كل حاجة معايا. كمان عايزك تكتب كل الاجابات ورايا، سواء الف او ب او دال، ايا كان اختيارك، لان اختياراتك في النهاية هي اللي هتحدد انت ايه. دلوقتي تخيل نفسك وانت ماشي في الغابة. الطريق اللي انت ماشي فيه مليان بالاشجار. بص للاشجار اللي قدامك وقول لي، هل الاشجار اللي قدامك دي مترصصة بطريقة منظمة ولا فوضوية؟ هل الوقت اللي انت ماشي فيه في الغابة بالليل ولا بالنهار؟ ايا كان اختيارك، سواء بالليل او بالنهار، انت دلوقتي ماشي في مسار ما. المسار اللي انت ماشي فيه عريض ولا ضيق؟ طب انت شايف المسار اللي قدامك ده بشكل واضح ولا شايفه ملغوش او مش كامل؟ فضلت ماشي في الطريق لوقت طويل جدا وسط اشجار الغابة، وبكل تأكيد حاسس بالرعب الشديد، وعمال تتخيل حاجات بتيجي من يمينك ومن شمالك. الوضع اكيد ما يطمنش ابدا، وانت ماشي في مكان هو بيئة الحيوانات وبالليل بيبقى بيئة الجن. ولكن فجأة وانت ماشي بصيت على الارض فلقيت قدامك مفتاح. المفتاح اللي قدامك ده شكله عامل ازاي؟ هل هو مفتاح قديم ولا جديد؟ هل المفتاح ده حجمه كبير ولا حجمه صغير؟ طب تتخيل المفتاح ده ممكن نفتح بيه ايه؟ طب قولي دلوقتي، هل انت هتاخد المفتاح من على الارض ولا هتسيبه مكانه وتمشي؟ دلوقتي انت تخطيت مرحلة المفتاح وماشي ومكمل طريقك، فجأة بتبص قدامك لقيت دب بيقرب منك. دلوقتي الصورة اللي اتكونت في ذهنك عن الدب، هل هو دب عدواني وعايز يفترسك ولا دب طيب وودود؟ طب هل انت اصلا خايف منه ولا عادي؟ وايه هو حجم الدب اللي قدامك ده؟ دلوقتي الدب اختفى في الغابة وانت فضلت ماشي في طريقك، وفجأة شفت قدامك جرة. الجرة دي كانت موجودة في نص الطريق. السؤال بيقول، اوصف لي الجرة اللي موجودة قدامك، ايه المادة اللي هي مصنوعة منها؟ دلوقتي انت بدأت تقرب من الجرة واحدة واحدة. هل الجرة دي في حاجة موجودة جواها؟ وايه هي الحاجة اللي موجودة جواها؟ سبت الجرة موجودة على الارض وبدأت تمشي في طريقك، وبعض لحظات بدأت تشوف في نهاية الطريق منزل. عايزك توصف لي المنزل اللي انت شفته، هل هو منزل كبير ولا صغير؟ بعد ما قربت من المنزل اكتر بدأت تسمع صوت شخص بيصرخ. الصوت مش واضح ابدا، ولكن اللي سمعته ان هو شخص بيطلب منك النجدة، وبيطلب منك كمان انك تفتح له الباب وتسمح له بالخروج. ولكن من الواضح كده ان الشخص ده يبدو مجنون، لكنه عمال يتوسل ليك. السؤال بيقول، هل هتفتح الباب للرجل ده ولا لا؟ بعد ما تخطينا مرحلة البيت فجأة العالم كله اصبح ابيض، ما بقتش شايف اي حاجة في الطريق، والغابة اللي انت كنت فيها اختفت تماما. الحياة كلها حواليك اتحولت للون الابيض عديم الملامح. انت دلوقتي مش عارف هتعمل ايه، ومهما مشيت او جريت او عملت اي حاجة مفيش حاجة بتتغير حواليك. العالم كله عبارة عن لون ابيض. فضلت تصرخ بصوت عالي جدا ولكن مفيش اي حد سمعك. كل اللي بيحصل ان اللون الابيض اللي انت شايفه عمال يتكرر قدام عينك طول الوقت. هل هتستمر في اكتشاف المكان وتحاول تلاقي اي طريقة للخروج؟ بالرغم من انك حاولت كتير ومفيش ولا طريقة نجحت، هتفضل تحاول كتير ولا هتتعب بسرعة وتقول اكيد مفيش نتيجة ومفيش حاجة هتتغير؟ وبكده يا صديقي احب اهنيك، انت اخيرا عديت معانا الاختبار. استعد عشان دلوقتي هتعرف النتيجة. اول حاجة هنبدأ بيها وهي الغابة. الغابة بتمثل عالمك الداخلي، سواء ذكرياتك لما كنت طفل او الاشياء اللي مرت بيها لما كنت شخص بالغ وناضج. لو كانت اجابتك في الاول ان الاشجار كانت منظمة فانت شخص بتفكر بالمنطق والعقل، حتى لو الاشياء اللي موجودة حواليك تبدو غير منطقية بالمرة. اما لو كنت اخترت النمط العشوائي للاشجار فده دليل على انك شخص ما بيهتمش ابدا بالمظهر الخارجي. واحب هنيك، انت شخص عميق جدا بتهتم بجوهر الاشياء مش المظهر الخارجي فقط. وبما ان الغابة كانت بتمثل جزء كبير من طفولتك، فكذلك الليل والنهار والنور والظلام بيشير الى كيفية ادراكك للفترة دي من حياتك. كمان ممكن يكون بيدل على وضعك الحالي، هل انت متفائل في الفترة دي ولا متشائم وبتمر بظروف صعبة؟ الغابة المضاءة بالشمس بتدل على انك شخص ايجابي، وانك شفته في طفولتك حاجات كتير جدا ودايما بتفتكر الاشياء الايجابية. اما لو كانت ظلام فده معناها ان انت بتواجه حاليا خوف كبير جدا، وبتبص لطفولتك على انها طفولة كانت قذرة جدا ومرعبة ومليانة بالالم والخوف. اما بالنسبة للمسار، هل هو ضيق ولا واسع؟ فلو كنت اخترت المسار الواسع فده بيدل على انك عندك يقين كويس جدا باللي بتعمله، ودايما محدد هدفك في الحياة وعارف انت رايح فين وعندك خطط واضحة بتمشي عليها. اما المسار الضيق الغير واضح فهو بيدل على التردد والخوف من المستقبل والمجهول. كمان بيدل على انك شخص خايف من المستقبل واللي هيحصل فيه، ومش عايز تعرف ابدا ايه اللي هيحصل في المستقبل، وبتفضل ان انت تستمتع بالمفاجأة. اما بالنسبة للمفتاح
فالمفتاح بيمثل رغباتك في الحياة سواء كانت متعلقة بالعمل أو رغبات شخصية. المفتاح بيمثل وعد أو تهديد في حياتك، شيء مجهول ممكن يكون بوابة لأحلامك أو يفتح باب تتمنى إن هو يفضل مقفول للأبد. كمان المفتاح بيدل على قد إيه أنت شخص عندك طموح وبتحلم. لو كان المفتاح اللي أنت شفته مزين ومنقوش ومليان بالرسومات شبه الكنوز كده، فده معناه ان انت شخص طموح جدا، وبيدل كمان انك قاعد مستني مفاجأة قريبة جدا تغير مسار حياتك. وكل ما المفتاح بيكون اكبر كل ما طموحاتك واحلامك بتكون اكتر واكبر. اما لو كان المفتاح اللي انت شفته هو مفتاح صغير جدا، فده معناه ان انت ما عندكش اهداف كتير وممكن ما تحققش اي حاجة في حياتك. اما لو كان المفتاح شكله جديد زي المفاتيح اللي موجودة الايام دي، فده معناه ان انت رغباتك حديثة جدا بتواكب العصر اللي انت عايش فيه. نيجي دلوقتي لاختيارك انك تاخد المفتاح او تسيبه مكانه. لو قررت ان انت تاخد المفتاح فده بيمثل رغبة او تهديد بالنسبة ليك، وده معنى ان انت كمان عندك حاجات في حياتك بتتمنى ان هي تفضل مخفية، لان المفتاح بيمثل تهديد كبير على حياتك. اختيارك انك تاخد المفتاح او تسيبه بيدل على مدى حجم التهديدات الموجودة في حياتك. وبيقول كمان، هل انت في حياتك عندك جوانب بتحب ان هي تفضل مقفولة ولا بالنسبة لك الحياة عادي؟ في حالة انك كنت شخص شجاع وقادر انك تقف قدام مخاوفك فهتاخد المفتاح بكل بساطة، اما لو كنت بتخاف تواجه مشاكلك فهتسيب المفتاح وتمشي. اما بالنسبة للدب اللي هيظهر لك فده مشاكل وتحديات في الحياة، ولو كنت حاسس ان هو عايز يفترسك بشكل بشع جدا فكل ما القلق بيزيد كل ما مشاكل الحياة بتزيد. لو كان الدب ده عنده مخالب واسنان حادة وبيجري عليك بجنون كأنه عايز يقتلك، فده بالظبط اللي انت بتحس بيه تجاه مشاكلك في الحياة. دايما حاسس ان الحياة صعبة وان مشاكلك لا تنتهي ولا تقهر. اما لو كان الدب مجرد دب مسالم بيمشي في الغابة ما بيأذيش اي حد، فده معنى ان مشاكلك بسيطة ما بتشكلش اي تهديد على حياتك وممكن جدا تتعامل معاها. اما لو كان الدب ودود جدا فده معنى ان انت مسيطر تماما على مشاكلك وفي الغالب بتخرج وانت كسبان. اما بالنسبة لحجم الدب، حجم الدب بيدل على مدى ادراكك لمشاكلك. واخيرا نيجي للجرة. الجرة تعتبر رمز قديم جدا بتفكرنا دايما بالناس اللي كانوا عايشين من ايام زمان. ممكن لما تشوفها تفتكر والديك او اجدادك او اي شخص دايما كنت معلمه في دماغك كده بالجرة. لو كانت الجرة كبيرة فمعنى كده ان انت مرتبط جدا باسرتك وبالاجيال الاكبر منك، وان انت شخص ذكي جدا وبتواكب عصرك. ولو كانت الجرة صغيرة فده معناه ان انت نوعا ما مش بتواكب العصر خالص، والاجيال اللي موجودة حاليا بتحس ان هم تفكيرهم اكبر منك او انهم بيعملوا حاجات انت مستحيل تقدر توصلها او تعملها في يوم من الايام. كمان لو كانت الجرة قديمة فده معناه ان انت بعيد جدا عن الاجيال الحديثة، ولو كانت حديثة فده معناه ان انت مرتبط بالاجيال الحالية جدا. الحاجات اللي موجودة في الجرة هي الحاجات اللي انت دايما بتشوف الاجيال اللي موجودة حاليا بيها سواء نظرة ايجابية او سلبية. فبعضكم ممكن يشوف في الجرة ذهب، فده معناه ان هو شايف ان الشباب هم المستقبل وهم اللي هيغيروا العالم. وممكن تشوف في الجرة طين، فده معناه ان الاجيال اللي موجودة حاليا زفت وطين وهباب. اما بالنسبة المنزل المجهول، المنزل بالنسبة للناس هو حجم احلامهم. لو كنت شفت منزل كبير وفاخر فده معناه ان انت احلامك مليانة بالثروة والازدهار، وطالما انت بتتوقع شيء او بتحلم بشيء فبنسبة كبيرة جدا باذن الله هيكون حقيقة. اما لو كنت شفت منزل صغير اصفر فده معناه ان انت رغبتك في الحياة مش كبيرة جدا، مش طموح قوي وما عندكش احلام كبيرة، يعني شخص عايز تعيش في سلام حياة عادية جدا زي اي حد، حد كده متصالح مع نفسه وحابب الحياة زي ما هي بدون اي تعقيدات. اما بالنسبة للرجل المجنون اللي انت قابلته فهو بيمثل ثقتك في الاخرين، فلو كنت قررت ان انت تفتح له الباب فده معناه ان انت بتثق في الناس بسهولة جدا وبتسلم لهم، وده طبعا ممكن يعرضك لخيانة عدد كبير جدا من البشر اللي بتثق فيهم. اما لو كنت قررت ان انت مش هتفتح الباب مهما حصل فده دليل على انك شخص حذر جدا وما بتثقش في اي حد من الناس اللي موجودة حواليك، خصوصا لو الناس اللي موجودة دول هم غرباء فانت بتكون حذر جدا في التعامل معهم. اما بالنسبة للشيء الابيض اللي انت كنت موجود فيه فهو بيمثل الموت. معظم الناس مجرد ما هيخشوا في الموقف ده هيفضلوا يبصوا حواليهم يمين وشمال يدوروا على اي مخرج، ولكن في بعض الناس مش هتفكر اصلا ان هي تدور وهتقول ان الوضع الحالي مش هيتغير، يعني مش هيتغير. ودول الناس المستسلمين في الحياة اللي بيسيبوا الدنيا تمشيهم وبيتقبلوا الاوضاع اللي موجودين فيها بدون ما يعملوا اي مجهود في حياتهم. اما الناس اللي بدأت ان هي تمشي يمين وشمال وتتعب قوي عشان تخرج من المكان اللي هي فيه، فدول الناس اللي مستعدين فعلا يقتلوا عشان حلمهم. ودول الناس اللي ما عندهمش حاجة في الحياة اسمها خسارة، هم لازم يفوزوا في اي حال من الاحوال. ناس دايما بتستمر في السعي وبتطور من نفسها وهتبقى حاجة عظيمة جدا في المجتمع. ودي كانت نهاية الحلقة.
اتمنى ان انت تقولي تحت في الكومنتات هل فعلا الاسئلة دي قدرت ان هي تحدد شخصيتك بشكل دقيق ولا لا. ولو حابب ان انت تعرف نتيجة اي اختبار من الاختبارات اللي انا قلتها لك فممكن تبعت لي الاجابات على الانستجرام اللي ظهر قدامك على الشاشة دلوقتي وانا هقولك التحليل بتاعها. طبعا يا صديقي انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ارد على اكبر عدد من الناس، ولكن مش هقدر اكيد ارد على كل الناس لان ما شاء الله الرسائل اللي بتجيلي منكم كتير جدا، ولكن والله صدقوني انا بحاول على قد ما اقدر. في النهاية لو عجبتك الحلقة واستمتعت بيها فما تنساش ان انت تضغط زرار اللايك، وخد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما اشوفك على خير في مقطع جديد. والسلام. و25% من المجرمين اللي موجودين حوالين العالم هم في الاصل سايكوباتيين. و25% من المجرمين اللي موجودين حوالين العالم هم في الاصل سايكوبايات. و25% من المجرمين الموجودين حوالين العالم هم في الاصل سايكوباتيين. قولها كده. سايكو تلابين. هي الظهر العيلة كلها متخلفة. سايكوباتيين. شفت. و25% من المجرمين اللي موجودين حوالين العالم هم في الاصل و25% من المجرمين اللي موجودين حوالين العالم هم في الاصل سايكوباتي. و25% من المجرمين اللي موجودين حوالين العالم هم في الاصل سايكوباتيين. سايكوبانتين. هو ولع فيك ببنزين والله. و25% من المجرمين اللي موجودين حوالين العالم هم في الاصل سايكوباتيين. والله ما انا قايلها. السلام عليكم.